السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم تتناول How to prepare كيفية مثل ما نحضر الـ Data of Soil Data Map and Lookup Table. هذا الـ Lookup Table الخاص بالـ Soil اللي انت راح تستخدمه ضمن الـ ArcSWAT بالمناسبة. هسه نرجع حتى نذكر بالموضوع انه الـ ArcSWAT مثل ما قلنا بعد الـ Watershed Delineation والـ Unit Hydrologic Response الهيدرولوجيك ريسبونس يونت راح نحتاج به كنا عدد من هاللاند يوز وتعلمنا بفيديو سابق لا ترجعوا له ضمن الاركسوات، وكذلك السلوب ديفينيشن تعلمنا الوذر داتا بقانا فقط السويل. السويل شلون راح احضرها؟ السويل من هسه اضغطه راح يحتاج من عند اثنين اشياء، يحتاج كماب خريطه، هاي السويل داتا يحتاجها كخريطه الدخل اللي هي بطريقتين، اما جريد حسب شنو المتوفر عندك من الديسك او تختارها منها، اما جريد او شيب فايل انت موفرها كون له، وكذلك توفر له اللوك اب تيبل. هسه بس نختارها راح يدفع على اللوك اب تيبل. طيب شلون راح اقدر اوفر دول الاثنين اللي هو السويل داتا واللوك اب تيبل؟ هسه راح نجي نوضح ان اللي نحتاج نضمن اياها ويا برنامج الاركسوات حتى نكمل التحليل الخاص بي وبالتالي نحصل على السيرفس رانوف. نرجع، أنا عندي خريطة التربة الخاصة بي، هاي دي نلاحظها. بعد ما كملتها أسوي لها تصنيف، أروح للبروبرتيز، أختار السيمبولوجي الخاص بها، أروح على هذا مثلا أي نوع، مثلا أختار فاوسويل أي إن كانت، أنطي أدد أل فاليو، أقول له أبلاي، بعد ذلك أقول له أوكي. ها هي خريطة التربة الخاصة بي. شريد أني من أدخل هسه هنا أنا على الاوبن اتريبيوت تيبل، افتح لي جدول السمات الخاص بهاي الطبقه وبهاي الماب، راح ينطيني اسم الفاو سويل. بالمناسبه الكود السوات ما حيتعرف على هاي البيانات هنا، ما حيتعرف عليهم. طيب شلون اذا ما تعرف عليهم؟ اذا ما متعرف عليهم هنا نضطر نروح نغيرهم. ليش؟ اول شيء انا من نزلت من الفاو سويل اللي هو هذا الموقع حتى نكون احنا على يعني نعرف هذا هو موقع الفاو، وسابقا تناولنا عنه وسولفنا عنه، تابع لمنظمة الفاو، تقدر انت تنزل الديجيتال سويل ماب اوف ذا وورلد. لكن هذا مصرح لعدد من الدول، يعني صراحة حتى هنا اذكر لك انه عدد من الكونتريز اللي هي مثلا اللي هي ضمن اليو ان، امريكا، كندا، الصين، مؤخرا دخلت الهند، هاي دي يقول لك احنا المن موفرة، مكسيكو، نورث امريكا، ساوث امريكا، اوروبا، مو كل دول اسيا. هي يوفر بس انت كمصرح تاخذه كله لا. وبالمناسبه هذا البرنامج يعني هذا الموقع اللي حتى تنزل من عنده السويل الماب هو مصنف اصلا يعني يشتغل مع برنامج سوات. طيب اذا كان اني يعني صراحه احنا بعض الدول يعني الدول العربيه الشرق الاوسط كلها بصوره عامه اغلبنا دا ننزل هذا يعني ننزلهن عبارة عن هكرز فما يشتغل عندنا، فحتى انه نفعل الكود الخاص بسوات يعني نفعلهن يعني هاي الفاو سويل اللي احنا منزليها ما تشتغل، فحتى نفعل الكود الخاص بسوات ورا ما تسوي هسه نرجع احنا شو نسوي؟ نروح ننزل. بالمناسبة هاي اللينكات راح اتركها لكم بصندوق الديسكريبشن كلها، هذا اللينك ماكو داعي اتركه لانه موجود بفيديو هاو تو داونلود سويل داتا فروم فاو موجود، فماكو داعي حتى ما انه تصير لخبطه بالموضوع. ننزل هذا البرنامج اللي هو شنو اسمه؟ داونلود الماب ويندو. من الماب ويندو راح تنزله اللي هو راح اترك لك اللينك مالته، تنزيل مالته كلش بسيط، هذا دا يوفر لك اياه الماب ويندو. بعد ما تنزل الماب ويندو راح اترك لك هذا اللينك، تنزل من عند الام دبليو سوات، هذا الام دبليو سوات راح يشتغل مع الماب ويندو، بيقول لك انه لازم انت حتى هذا يشتغل تلقاه ضمن الـ MWSWAT ورا ما تسوي له تحميل راح وين ينخزن؟ ينخزن ضمن الماب ويندو. فأنت المفروض بالبداية تروح تنزل الماب ويندو بحاسبتك، بعدين تنزل الـ MWSWAT. اللينك مال هذا الحساب مال هذا الرابط واللينك مال هذا راح تركهن بصندوق الديسكريبشن بالتسلسل respectively. فهنا شنو الغرض من عنده هذا الـ MWSWAT؟ الغرض من عنده انه راح ينطيني تصنيف الكود مال الكلاسيفيكيشن الخاص بالوذر داتا. يعني شنو اسوي؟ يعني اروح اني لهنا حتى تكون واضحه امامكم،
اروح انا لهنا افتح، اروح للسي للسوات، بعد سوات ارك سوات داتابيس، هذا خيار اروح لهنا سوات 2012. من اختار على سوات 2012 هو عبارة عن ملف اكسس احنا استخدمناه باللاند كفر لاند يوز، بينا الكودات الخاصة باللاند كفر لاند يوز سواء كانت جروبس محاصيل او كانت عبارة عن ايربن اللي هي مناطق حضرية، حتى نبين استعمال او استخدام الاراضي. هنا باستعمال التربة شلون بنوعية حتى نبين التكستشر للتربة، نروح لهنا نختار خيار اسمه يوزر سويل، خيار اسمه يوزر سويل، هنا هذا يوزر سويل، كليك مرتين راح نضغطه نشوف انه القيم الموجودة به هنا ما تشبه الموجودة اللي احنا منزليها من الفاو اللي احنا منزليها بخريطتنا. ليش؟ لان سبق ونوهنا انه احنا غير مصرحين نأخذ من عندهم، يعني الدول الشرق الاوسط وكم بلد هم اللي داخل وياهم، فذولاك مصرحين ويشتغل عندهم مباشر. طيب شلون اني اقدر افعل هذا الشيء؟ اوكي شو اسوي؟ نزلت اروح للبرنامج، انا مو سابقا انه استاذن هذا مفتوح تلقائيا، اروح لهنا انا نزلت ضمن البرامج هاي البرنامج اللي هسه يعني تكلمنا بخصوصه الماب ويندو، من تنزل الماب ويندو راح يتنصب هنا ضمن البروجرام فايل 86، تروح تدور على البرنامج اللي هو شنو اسمه قلنا ماب ويندو، وقلنا احنا هنا خطوتين تنزل الماب ويندو وبعدها تنزل ام دبليو سوات، الام دبليو سوات راح يكون ضمن الماب ويندو انت راح تنصبه. فهسه نرجع تروح على هذا، هو يقول لك ضمن هذا خيار بلينكس تدخل عليه، تدخل راح تلقى الام دبليو سوات اللي انت منين نصبته، نصبته من هذا اللينك بعد ما نصبت الام الماب ويندو، تمام؟ هذا من تقول له داونلود، بعد ما تقول له داونلود وتنصبه راح تلقاه هنا، هذا هنا راح تلقى الام دبليو سوات، تدخل على الام دبليو سوات تروح على هذا الخيار اللي هو الاكسس تفتحه ايضا، راح شو تسوي هنا بعد ما ينفتح تاخذ تدخل على اليوزر سويل الخاص، تدور على اليوزر سويل الخاصه بيك انت هنا، تمام؟ هسه نروح هنا ندورها، هذا يوزر سويل، هذا يوزر سويل، تضغط عليه اللينك مرتين. منها تقدر شو تسوي؟ تروح على هذا الملف تقول له كوبي، حتى سوات يقرا لك الملفات اللي انت راح تسويها، تروح على هذا الملف تقول له كوبي، تمام؟ ورا ما تقول له كوبي تروح لهنا للاكسس الاصلي اللي انت فاتحه هنا، هذا اللي هو مال الدبليو سوات 2012، تروح على اليوزر سويل الموجود عندك هنا تقول له تنزل هذا، طبعا راح تستدعيه وتنزله هنا، راح ينضاف لك هنا، بعد ما تضيفه هنا ينضاف، تروح تمسح الموجود بسوات الاصلي واليوزر سويل 1 ينذكر. يعني شلون؟ راح نوضحها بشكل ابسط. فهسه شلون اسوي نقل اني لهذا الملف؟ صار عندي ملفين اكسس، الواحد الاصلي اللي هو خاص بسوات واحد اللي هو سوات 2012 داتابيس، والخاص بالام دبليو سوات اللي نزلته عن طريق الماب ويندو. فاني هذا اللي يفيدني اللي هو هنا السويل نيم، هذا اللي هاي الكودات اقدر اشغل عليها سوات. فشلون شو اسوي؟ احاول انقل ذني الكودات الى هنا موجودات، الى كون يصير بالهنا انا ناقلتهم مسبقا نفسهم، بس حتى اعلمكم شلون نقلتهم. تروح لهنا هذا الخيار، تروح على الام دبليو سوات على اليوزر سويل هذا الخيار، بعد دار شو نقول له؟ نقول له امبورت، هذا من هنا خيار لحظه هسه نختار الخيار امبورتنت، نقول له اكسس داتابيس، هذا الاكسس داتابيس راح نختاره لحظه بس هنا العفو، هذا نسوي له امبورتنت اكسس داتابيس، من تقول له اكسس داتابيس راح ينطيك هذا الخيار، يقول لك وين تريد يعني تخليه، تختار الام دبليو سوات
اللي انت اختاريته قبل شويه منين وانت مثل ما قلنا نقدر نروح على السي، نروح على البروجرام فايلز، تدور على الماب ويندو. وين موجود الماب ويندو؟ تلقاه هنا على الماب ويندو الخاص بك انت، هذا الماب ويندو. بعدين على البلينكس، بعدين تدخل على الام دبليو سوات، بعدين هنا تختاره. ها تضغط هنا راح تقول له بروس اوكي، راح يجي هنا يصير عندك اثنين يوزر سويل ويوزر سويل 1. تمسح اليوزر سويل الاصلي الموجود بالداتابيس وتبقى اليوزر سويل 1 اللي اجى الجديد. يعني راح يصير عندك ملفين هنا الخاص هنا بالام دبليو سوات هنا، هذا راح يصير عندك ملفين يوزر سويل الاصلي هذا. شو تقول له بعدين؟ تروح من هنا تقول له ديليت، راسا تمسحه من ديليت، وراح يصير عندك يوزر سويل 1. اليوزر سويل 1 هو استخدمه بس حتى يصير يوزر سويل قل له رينيم وامسح ال1 اللي بصفه. راح تجي هاي الخاصه بالام دبليو سوات تصير بكود سوات الاصلي، فراح يتعرف عليها سوات اللي ضمن الحاسبه الخاصه بك انت هنا ويقراها وينفذ بدون مشاكل. فبعد ما نفذنا هذا الشيء نجي على تربو، تربو يعني هسه نجي على التربو الاولى اللي هي كانت خاصه بالفاوسول. افتح الارك ماب مالتي، افتح الاتريبيوت تيبل، اروح على هذا الخيار اضغط له اقول له مثلا هذا ضغطته مثلا بعد ما افعل العفو، اروح على التفعيل منه اقول له ستارت اديتنج واختار المحطه اللي يعني الماب لاير اللي انا راح اشتغل عليها، اختار هذا الاسم اما اكتبه مباشره فراح يعطيني الكود الخاص بي. اقول له مثلا من هنا الستارت اديتنج، هاي من هنا اديتر، اقول له ستارت اديتنج راح ينطيني خيار يا اللي تريد انت تفعله. فمن اقول له ستارت اديتنج اختار على خيار واحد مثلا هذا الخيار اريد انا اسويه، فش اسوي؟ اسلكه خاص بهذا الجدول واقول له مثلا كوبي. بعد ذلك اروح للمن للام دبليو سوات، مو الام دبليو سوات، اروح للدبليو سوات الاصلي الموجود هنا. أنا بعد ما سويت للنقل أروح أضع هنا هذا أروح على كلمة فلتر أختارها أقول له هنا الفلتر تكست إكوال تو، شو تريد أنت شو تسوي الفلتر؟ يدخل لي الكود، فراح أدخل له الكود هنا خاص بك، راح تبحث أنت تلقائيا هو راح يبحث لك. هاي من هنا العفو هنا فلتر يطلب من عندك انه الفلتر شو تريده less than greater than equal to. هسه راح نحدد له احنا مو كنمبر، هذا نمبر فلتر. احنا اول شيء لازم نحدد هذا، فنسلك هذا الخيار حتى نعرف شنو نختار، لان اذا اختارين هذا راح من يبحث لي بالفلتر راح يبحث لي عن ارقام، فانا ايش اريد؟ اريد ضمن الاسنين، فاقول له هنا سلكت الدور اضغط الفلتر. بعد راح تغير، تشوف هنا قبل شوي كانت نمبر هسه صارت تكست فلتر، اقول له equal to اختار اني هاي مثلا اول وحده كانت عندي انطي هسه العفو خليني اتاكد منها مره ثانيه فلتر تكست فلتر هسه نرجع بس عندي سلكناها مره ثانيه نرجع للارك ماب شنو اسمها؟ اسمها LC63 بس نعطيها اول بدايه هو راح يكمل لي اياها. نروح على التكست هنا نختار فلتر تكست فلتر equal to هسه LC63 هسه البحث راح يلقانا هنا بهذا الاسم موجودة، هاي موجودة هنا. فنلاحظ انه هنا مسوينا سيرش عن ال عن ال يعني نوع التربة، مجرد ما انه اما تبحث بالاس كيو نيم اللي هو منها تاخذه مباشره هذا الاس نيم، اما تبحث بيه او تبحث بالفاو سويل تاخذ اي نوع من عندهم تخليه تدخل بالام دبليو سوات تنطيه هنا تسلكه كله تختار فلتر. اذا تبحث عن رقم تنطي الرقم الخاص به، واذا تبحث عن الاس نيم تنطي الاس نيم راح يعطيك الكود مالتها الخاص بها. فبعد ما اعطاك الكود الخاص به هو هذا الكود اللي يثبت يعتبر كود سوات. هسه شو تسوي انت؟ تسوي لوكاب تيبل، لان قلنا احنا يحتاج ماب لاير ويحتاج لوكاب تيبل. هسه احنا كل هاي مثل ما نقول هوستنا حتى نسوي اللوك اب تيبل. طيب شلون حنسوي اللوك اب تيبل؟ هسه نرجع لهنايه
نفتح ملف نسميه اكسس تكست العفو، نضغط هنا اي مكان على سطح المكتب ونسمي نعطي الاسم سويل لوكاب تيبل نيو فولدر. مو نيو فولدر، عندنا هواي خيارات. هاي تكست، تكست دوكومنت، حتى احترم تحطون هنا تكون واضحه. تكست دوكومنت هذا، نسوي هذا الخيار النصي، يطلع لك مثل هذا الخيار، تفتحه انت. مجرد ما تفتحها راح تسوي بها النصوص اللي هي الفاليو والنيم. الفاليو هي قيم الاس كيو نيم خاصه بها، ايش قد قيم التربه، تختار لكل يعني كل قيمه تنزل هنا، بعدها تنزل كوما، بعدها تنزل امتداد كود التربه الخاص بسوات. تمام، هسه التربه الاولى كان شنو امتداد الكود الخاص بها؟ هو هذا، تاخذه كل هذا تسلكه وتوضعه، وهذا الرقم هو اللي بصفه. وهاي تبحث عن كل التراب، تروح من هنا على الارك ماب على كل بوليجون، شنو نوع التربه البي، هذا شنو نوع التربه هنا، شنو نوع التربه هنا، هذا الموجود، هذا اللون البرتقالي، يعطيك هذا نوعها، وش قد تغطي كنسبه يعطيك. انت اللي يهمك فقط الفاو سويل تاخذها تختارها من هنا، تدخل على الاكسس مال ام دبليو سوات حتى تطلع الكود مال سوات وتكتبه هنا بالكود. اكو بعض الاحيان راح تطلع لك تراب مكرره، يعني مثلا هسه هاي عندك 300 3299، تختار واحدة من عندهم. هو فهم الكود انه التربة اللي عندها نسبة هالقد وهذا يرمزها كان نوعها كان نوعها العفو انه هذا الكود الخاص بها، يعني ماكو داعي تكرر مثل قف التربة مكررة 3-4 مرات. هسه عندك 3137 مكررة اكثر من 4 مرات، هاي هنا مرة هنا مرة هنا مرة هنا مرة، فكتابتها مرة واحدة كلش كافي. يعني بالتكرار اذا شفت انه البوليجون متكرر هذا شيء نص، حتى نوضحها لكم النص. ممكن هاي التربه، شوف هسه هو يقسم لك الترب الى مضلعات، اذا تلاحظون هذا شوف مضلع، هذا المضلع يشبه هذا المضلع، فماكو داعي اني اذا المضلع مكرر مرتين نفس التربه اكرر باللوك اب تيبل نفس التربه، لا هي مره واحده اذكرها. تمام، بعد ماكو داعي اذكره مره ثانيه، مثلا هذا رمز التربه اللي هو 3322، اذا تكرر مره ثانيه في مكان اخر ماكو داعي اذكره، هو موجود وموجود الكود مالته، لكن اذا رمز جديد لا لازم اذكره. فبعض البوليجونز هنا الموجود يتشابه مع الاخر، يعني هسه عندي هذا يشبه هذا، هذا اللي يشابهه، بس هذا مساحته تختلف عن هذا، التواجد هذا عن هذا يختلف، لكن توزيع الترب يعني نسجة التربة الموجودة في هذا البوليجون بالنسبة للستدي اريا تشبه نسجة التربة الموجودة هنا، سأنطيها مرة واحدة، لذلك اللوك اب تيبل يخلص بهاي الطريقة. تكمل كل التربة الموجودة منها خاصة بمنطقة دراستك، تنطيها فاليو وبعد ذلك كومة، تنطيها النيم، وقلنا النيم هذا يمثل لك كود سوات، تاخذه منها من تدخل لكل واحد، تروح على الفاو سويل اما منها تختارهم او تروح على الاتريبيوت تيبل، هذني تروح تقول له اديتر ستارت اذا انت تفعلها، تختار وحده وحده، اما الاس نيم تبحث بي او تبحث بالفاو سويل، تروح تفتح الداتا بيس الخاصه بك هنا، تسوي سيرش، انت نقلتها هناك بس حتى تعطيها تعليم او عرفتها للسوات اللي هو الخاص هنا، عرفتها له الموجود هنا عرفتها له، زين تبحث عن الكودات تاخذ من هنا، خلي واحد واحد تبحثه راح ينطيك الكود الخاص بك الكامل. او تعطي الاس نيم من هنا مباشرة، هسه تختار اي واحدة ثانية، تروح على هذا تختاره مباشرة مثل ما قلنا السلك وكله، تختار فلتر، بعد ذلك تكس فلتر، المن شو يساوي؟ تختار هذا تعطي الرقم انت راح تبحث عنه، راح ينطيك الرقم اللي انت بحثت عنه زائد كود التربة، كود التربة اللي يطلع لك هنا هو اللي تاخذه راح تخليه هنا باللوك اب تيبل اللي هو تكست. تمام، لكل تربه، فنلاحظ ان الرقم هنا مكرر، الفاليو حتى نتاكد انه ارقامك صحيحه، هذا الفاليو اللي هنا ينوضع نفسه بالكود مال سوات نهايته، هسه هذا 3191 نفسه هنا 3191، 3309 كذلك هنا نفس الشيء، ونرجع الى الاخير حتى يكون هي هاي صيغه اللوك اب تيبل يحتاجها سوات. بعد ما نكملها نغلق الملفات الخاصه ب يعني بسوات، راح انه تكمل هاي صيغه التربه، كملت ايضا بهاي الصيغه. بعد ما تكمل صيغه التربه وين احتاجها؟ قلنا نحتاجها هنا ضمن الهيدرولوجيك ريسبونس يونت اللي هو وحده الاستجابه الهيدرولوجيه ضمن السويل، السويل كملت اللي احتاجها كماب لاير، هاي الماب متوفره اوفرها ايضا اخزنها اقدر استدعيها هنا
بيكون كبوليجون ومقسم، وكذلك احتاج الليكر تيبل. اتمنى تكون محاضرتنا لهذا اليوم تقريبا كافيه. ان شاء الله راح اترك لكم الروابط الخاصه بالبرنامج اللي راح تنزلوهم، اللي هو الماب ويندو، اللينك الخاص بي، وبعد ذلك الام دبليو سوات، وبقيه الخطوات تعلمناها بالتفصيل ان شاء الله داخل الفيديو. اي سؤال او استفسار راسلونا على موقع القناه. ان شاء الله نلتقيكم هاي تعتبر سلسله من الارك سوات، اللي هي المحاضره نقدر نقول عليها رقم 4، محاضر رقم 4 عنوانها How to prepare، كيفية تحضير Soil Map and Lookup Table، أما Maps and Lookup Table for Soil Data. المن نستخدمها اللي تستخدم من الهيدرولوجيك ريسبونس يونت فور أرك سوات. إن شاء الله نلتقيكم بمحاضرات قادمة. دمتم بأمان الله وحفظه.